سي كمال، انا السؤال ديالي غيمشي في الشق ديال المجيء ديال الرئيس، حيت شفنا مثلا في الفيديو اللي دوزنا في بداية الحلقة، انتوما كمؤسسة المنخرط وتيسير رامي يمكن ناقشنا هذا الموضوع هذا، شفنا بانه كان اجماع كبير على هذا الرئيس من عندكم، ولانه اجتمع معكم مره وجوج وثلاثه. واش انتم كمؤسسه شخصيا اجتمع مع بعض الاخوان واجتمع معنا احنا اول مره في الحياه الريجنسي، وقال لك علقوني باللساني. شو اللي كيتعلق باللسان ديالو؟ هي الحوته. هذا السي كيقول لك علقوني باللساني، واللي كيتعلق عمر البشر هو تعبير مزاجي. سي كمال بخير. غير التعبير خانو، ولا هو بغى يدير تعبير مزاجي يعني عادي الامور ماشي مشكل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.